بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. طبعا في هذا المقطع صراحة راح أقدم هدايا للمتابعين، مو بهدايا طبعا، هدية واحدة هي عبارة عن هذا الكلام ميتر. طبعا هذا الكلام ميتر صراحة عجبني، في مواصفات جيدة، هذا مو بدعاية لهذا النوع، ولكن أنا شفته جديد في السوق أمانة وعجبني، في مواصفات جيدة، سعره أيضا رخيص، يعني تقريبا في حدود 130-140 درهم، تقريبا في حدود ممكن يكون 40 يعني 50 دولار، يعني مو بغالي، يعني ما حد يقول والله هذا غالي لا، لكن المواصفات اللي فيه صراحة جيدة، يعني ممكن يقيس لك المكثف، ممكن يقيس لك الرش كارنت تيار بدء الإقلاع، ممكن يقيس لك المقاومة، ممكن يقيس لك الدايود، يقيس لك الفولتج، يقيس لك الكارنت، يقيس لك أيضا وجود الكهرباء بدون لمس، بشرط يعني تحاول أنك تقرأ النشرة باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو باللغة، ما أعرف إذا في عربي ولا لا صراحة. عجبني صراحة، شكله حلو، راح أقدم منهم خمسة، عندي خمسة راح أقدمها إن شاء الله لكم متابعين أحبائي أعزائي. كل المطلوب منك إنك تكون مشترك في القناة، هذا شيء، أيضا تعمل إعجاب لهذا المقطع، طبعا مو بشرط إنك شير أساس ما يكثرون الناس أمزح معاكم زين. ايضا فقط حط لي كومنتس جزاك الله خير. هذا طبعا راح يكون يعني تقدير لكم صراحه، يعني هذا مو انتم مو قيمتكم في هذه الامور هذه، ولكن انا احب اني اشكركم، يعني ما عارف انا كيف راح اشكر المتابعين صراحه. وصلت تقريبا في حدود 150 الف ان شاء الله، فعجبني، يعني انا اخذت من هذول خمسه واخذت لي واحد صراحه، يعني مو بنا، وراح تشوفوني استعمله في المستقبل، ممكن راح اشرح عنه ايضا في المستقبل، ولكن اخذت منه خمسه وراح اوزعها، ما اقدر صراحه اشتري اكثر من هذا، ان شاء الله في المستقبل، او ممكن راح تكون هذه الانواع من التواصل من الهدايا بيني وبينكم، ان شاء الله راح تكون باستمرار، ممكن اخليها كل ثلاثة شهور، ممكن اخليها كل ست شهور، ممكن اخليها كل سنه، وبنشوف صراحة. أنا حاب صراحة أني أشكركم على المتابعة وعلى الاشتراك في القناة، وشيء عجبني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يوم المرء حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا رخيص صراحة، وشفت أنه في مواصفات جيدة راح تساعد أي شخص مبتدئ. جالس أصور حبيبي، والله جالس أصور، فلا تدخل لي بالخط، هذا حمود زين. ان شاء الله راح تكون عملية اختيار الفائزين، راح اختار خمسة، الخمسة هذول ان شاء الله راح يكونون عن طريق نشر مقطع، ممكن راح يكون مباشرة يوم الجمعة القادم، ولكن مثل ما قلت لكم شرط انك تكون متابع للقناة، يكون عندك ايميل بريد الكتروني، راح اتواصل معك ان شاء الله بعد ما تفوز بالبريد الالكتروني، اخذ منك جميع البيانات، الاسم، طبعا تكلفه الشحن والارسال راح انا اتكفل فيها، يعني انت ما راح تدفع اي شيء من جيبك، ان شاء الله راح يوصلك لغايه باب البيت اذا كان بريدك صحيح اللي راح ترسله، راح يكون بالبريد المسجل، ارسال عادي، يعني ما ابغي منكم ولا شيء، كل اللي اريده منكم ان شاء الله انكم تكتبون في هذا المقطع، هذا المقطع راح اختار الفائزين او الرابحين معاي في هذا المقطع، من هذا المقطع وليس من المقطع اللي راح انشره يوم الجمعة او اي مقطع اخر، يعني هذا المقطع راح ان شاء الله يوم الجمعة يتم من خلال اختيار الفائزين معانا بهذا القياس، بهذا الميتا، وليس من المقاطع اللي راح انشرها، وليس من المقطع ايضا اللي راح انشره يوم الجمعة، يعني اي مشترك يبغي ان شاء الله يربح معانا يكون
حاط كومنتس في هذا المقطع وليس في المقاطع القادمة، عيد وكرر ليس في المقاطع القادمة. وأيضا مثل ما قلت لكم تعمل إعجاب، تكون عندك بريد إلكتروني، وتكون عندك مثلا عنوان واضح إن شاء الله بعد ما تواصل معك الدولة اللي أنت فيها. إن شاء الله رح يكون بإمكانني أني أرسل من دولة الإمارات، أنا من دولة الإمارات العربية من أبو ظبي. ممكن تكون بعض الدول ممنوع أن نتواصل معهم، الله أعلم، أنا ما تواصلت مع البريد. راح أتواصل مع البريد إن شاء الله في حالة فوز أي شخص، إن شاء الله راح نجري القرعة أو السحب. بخلي الأولاد ممكن يشارك فيها، حمود يضحك، حمود، منصور، الهنوف، مهرة، مبارك، ممكن راح أخليهم هم من يختار من بين التعليق إن شاء الله الفائزين. وأيضا فقط حط لي كومنتس جزاك الله خير، هذا اللي أريده، فقط تكتب لي جزاك الله خير، وتبغي تضيف أي شيء آخر ضيفه من عندك، ولكن الكومنتس الرئيسي راح يكون جزاك الله خير. وإن شاء الله تكونون من الفائزين كلكم. طبعا ما راح أقدر أغطيكم صراحة كلكم. اللي راح يفوز معانا إن شاء الله في هذا المقطع ممكن راح يفوز في المقطع القادم أو في المقاطع القادمة إن شاء الله إذا استمريت في هذا المنوال. بس هذا اللي حبيت أني أقول لكم في هذا المقطع. وإن شاء الله أيضا أبغي منكم في حالة مثلا استلامك لهذه الهدية، ما أعرف شو أقول، الصغيرة، حاول أنك ترسل لي مقطع أنك والله استلمت الهدية هذه، ورح أجمعهم إن شاء الله. أرسلها على الإيميل، طبعا ما رح أستطيع أن أجمعها من أي شيء آخر، أرسلها على الإيميل، رح أجمعهم وإن شاء الله رح نرسلهم أو رح أنشرهم في مقطع واحد. هذا دليل على أنكم كلكم أو كل الفائزين معانا الخمسة استلموا هداياهم. هذا واحد زين في الأسفل، هذا رح يكون الثاني فائز الثاني، هذا راح يكون الفائز الثالث، كلهم نفس المواصفات، هذا للرابع زين، وهذا للفائز الخامس، وهذا عشان تشوفون هذا الميتر الأخير السادس تقريبا اشتريته حقي، راح يكون عندي راح استخدمه أنا. وإن شاء الله راح أيضا أنشر بعد ما تفوزون، راح أنشر إن شاء الله مقطع عن كيفية استخدامه، استخدام هذا الميتر. أتمنى أن يكون الشخص اللي راح يحصل على هذا الجهاز على الأقل فاهم شوي في الكهرباء، لأنه راح يفيده. وأيضا أتمنى أن يكون عنده نوع من أنه يستطيع قراءة أي لغة، مثلا يكون صيني، فارسي، ممكن تكون داخل. صراحة أنا ما شفت المكونات اللي فيه، أو بس فتحته عند الباع صراحة، في واحد شوي، هذا اللي ينقص، هذا أنا رح أستخدمه لي زين. وهذول الخمسة رح فيها بطارية صراحة، في بطارية ما أبغي أنشر صراحة، وأيضا يقيس لك الحرارة زين، ما أبغى أنشر صراحة أو أتكلم عن، وفي بعد حمال زين، في بعد كتيب الاستخدام، ما أبغي صراحة أتكلم عنه، رح أتكلم عنه في المقطع بعد ما تستلمون إن شاء الله. وأيضا جايب شنطة جميلة، جهاز يعني صراحة، بس على أساس إني أغريكم يعني، في بطاريات يعني، شوفوا في بطاريات ما شاء الله، وشكله جميل يعني، عجبني أمانة يعني، عجبني هذا شكله جميل جدا، صغير، شركة واحدة اللي تبيعه شفته عجبني، في مواصفات، خفيف أيضا. هذه طبعا أيضا هذا طبعا للحرارة، قيس الحرارة، وهذا ميتر أو الأسلاك لقياس الفولتج، جاي معها واقي، جميل جدا صراحة. الوحيد أو المحل الوحيد اللي وجدت عنده هذا الجهاز بهذا الشكل بالمواصفات هذه بالسعر هذا الرخيص، محل واحد. في أيضا إضاءة، في إضاءة، ويتحسس لك مثل ما قلت الكهرباء دون لمس، ما أبغي أتكلم عنه، خلوه، فقط حبيت أني أشوقكم شوي وأشوق الفائزين. إن شاء الله راح نختار مثل ما قلت الفائزين يوم الجمعة القادم، ممكن يكون المقطع راح يكون مباشرة،
لاختيار الفائزين يوم الجمعة إن شاء الله، ممكن راح يكون الساعة 4 عصر بتوقيت الإمارات، ممكن يكون 12:00 بتوقيت غرينتش، ممكن. إنزين راح نقرر إن شاء الله، راح أخبركم قبلها بيوم. إنزين مثل ما قلت لكم من الشروط إنك تكون مشترك في القناة، لأن راح يبين عندي إذا أنت مشترك أو لا. تعمل إعجاب للمقطع، تحط لي كومنتس جزاك الله خير. أيضا يكون عندك بريد إلكتروني بعد ما نختار مثلا الفائزين، أو يتم مثلا اختيار الفائزين، راح متواصل معاه بالبريد الإلكتروني. ما راح تتكفل بأي قيمة للشحن، أنا راح أتكفل فيها، راح يكون البريد مسجل، وأيضا بالبريد راح يوصلك إن شاء الله على العنوان. لازم يكون العنوان واضح، إذا العنوان ما كان واضح راح يرجع لي، وراح أخبركم إنه والله هذا الشخص رجع لي، وممكن راح أختار شخص بديل بدون ما يكون في مقطع. شو ثاني؟ ما في شيء ثاني صراحة، هذا اللي حبيت أخبركم، وإن شاء الله نلتقي على خير. لا تنسون الاختيار راح يكون من هذا المقطع وليس ماما روحي زين الاختيار راح يكون من هذا المقطع وليس من المقاطع أعيد وأكرر القادمة. من هذا المقطع راح أختار الفائزين. اترك تعليقك جزاك الله خير، اترك أي شيء، يعني تبغي تكتب أي شيء اكتبه، وإن شاء الله تكونون كلكم فائزين. يعني بغض النظر عن الخمسة اللي راح يفوزون معاي، إن شاء الله راح نستمر على هالمنوال فقط. أوكي فاهمين؟ زين يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. يلا مع السلامة. الفائز مثل أعيد وأكرر آخر مرة، الفائز من هذا المقطع وليس من المقاطع أو وليس من يوم الجمعة، الفائز راح يكون من هذا المقطع، من الشخص اللي يعلق في هذا المقطع زين ويكون مشترك. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.